أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها أهم أخبار الصحف المحلية. أبرزت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم خبر تفضل جلالة الملك المعظم بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وحفلت الصحف بمجموعة من المقالات والتحليلات التي تناولت دلالات ومضامين الكلمات السامية التي ألقاها جلالته بهذه المناسبة. فمن صحيفة الوطن نقرأ خبر تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة يوم أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وقد ألقى جلالة الملك المعظم كلمة سامية بهذه المناسبة نستعرض معكم أبرز ما جاء فيها. نشرت صحيفة الأيام مقالا افتتاحيا بعنوان الخطاب السامي أبعاد وثوابت، نتابع. ها نحن اليوم ننطلق من جديد تحت راية قائد الإصلاح والديمقراطية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ننطلق بكل عزم وثبات لنواصل عملية البناء والتجديد بروح عصرية جوهرها خصوصيتنا الوطنية وثوابتنا الأصيلة. في هذا اليوم نستشرف رؤية القائد حمد بن عيسى الخليفة عبر خطابه السامي في دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني في فصله السادس، ونستشرف ما يحمله في قلبه وعقله من آمال عريضة نحو هذا الوطن من أجل رفعته وازدهاره ومن أجل خير هذا الشعب وعزته وكرامته. فبعناية ورعاية جلالة الملك المعظم تستمر مسيرتنا الديمقراطية في المضي قدما بكل ثبات ضمن أفق مفتوح لكل ما يتم التوافق عليه، وذلك منذ انطلاقة العهد قبل 25 عاما، وبما نذر القائد النفس للعمل بمقتضاه في صون المصالح الوطنية العليا في دولة المؤسسات والقانون. وفي بعديه المحلي والإقليمي جاء الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم ليقدم توصيفاً دقيقاً لمتطلبات المرحلة على الصعيد المحلي وصعوبة وخطورة المرحلة التي تمر بها الساحة العربية وأبعادها على الساحة الدولية. إن الرؤى الاستشرافية لجلالة الملك المعظم والتي تضمنها الخطاب الملكي السامي تأتي في ظل ظروف تحتم علينا تحمل مسؤولياتنا في تعزيز تكاتفنا وتلاحمنا ورفع وتيرة العمل والإنجاز والتمسك بثوابتنا لكي تبقى البحرين سنداً وعوناً لأشقائها وأصدقائها ونموذجاً متحضراً في حفظ الحقوق والحريات. إلى صحيفة البلاد ونطالع منها
أن معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أكد في كلمته التي ألقاها يوم أمس خلال الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب أن مضامين الخطاب الملكي السامي هي خارطة طريق للعمل البرلماني التشريعي والرقابي والدبلوماسي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التماسك المجتمعي والمكتسبات المعيشية، مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية ستواصل دورها الفاعل في تعزيز العلاقات والتعاون مع مجالس وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة وتنسيق المواقف الإقليمية والدولية وتأكيد موقف البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية. ونستعرض معكم من صحيفة البلاد أيضا أبرز ما جاء في الكلمة التي ألقاها معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خلال الجلسة الأولى الإجرائية لمجلس الشورى. نشرت صحيفة البلاد مقالاً حمل عنوان رؤية ملك لمستقبل وطن بقلم رئيس تحرير الصحيفة مؤنس المردي. نتابع. برؤية مستقبلية تجسد حكمة القائد المتبصر وبنظرة استباقية شاملة، جاء الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم يوم أمس ليشمل على المقومات والركائز التي تميز البحرين في نهجها التنموي وقدرتها على أحداث تغييرات هيكلية في التخطيط والإدارة والتنمية، وتأكيداً لأهمية ما يتم إنجازه من خطط ورؤى وضرورة مواصلتها بما يتناسب مع المعطيات الآنية والمستقبلية، أكد جلالته استكمال خطط رؤية البحرين 2030 وتسريع العمل على نسختها المقبلة 2050 لتكون بمثابة الصورة المرغوبة والخارطة التنموية المقبلة. كما جاء توجيه جلالته بتنفيذ دراسة متكاملة لقياس جهوزيتنا في تأصيل الهوية البحرينية، هو تأكيد بأن الهوية الوطنية هي السد المنيع في وجه التحديات، وأن الانفتاح مهما كانت ثماره الإيجابية إلا أنه يجب ضمان أن لا يؤثر على أمننا القومي. وجاء خطاب جلالة الملك المعظم معبراً بشدة عن اللحظة الإقليمية والعالمية الراهنة، ومؤكداً دور مملكة البحرين في نصرة القضايا العربية والإنسانية وبسط الأمن والسلام وتعزيز جهود التنمية والرخاء. وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الصراعات والنزاعات، تبقى الدعامة الصلبة والقوة الحقيقية في وحدة وتلاحم مجتمعنا ووعي كل فرد من أفراده بدوره المسؤول وواجبه الوطني. ننتقل لصحيفة الأيام ونطالع منها أنه برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب مساء أمس جلسته الإجرائية الأولى في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس، وذلك عقب انتهاء مراسم افتتاح الدور التشريعي الجديد. وبدأت الجلسة أعمالها بتلاوة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب لنص الأمر الملكي بشأن دعوة مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس، ثم أدى النائب عبد الواحد عبد العزيز قراطة اليمين الدستورية.
ومن صحيفة الأيام نطالع أيضا خبر ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الجلسة الأولى الإجرائية في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس التي عقدت يوم أمس بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء. وبدأت الجلسة أعمالها بتلاوة الأمر الملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس، ثم أدى سعادة الدكتور أنور خليفة إبراهيم السادة اليمين الدستورية. بعد ذلك جرت عملية انتخاب النائب الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى، حيث تم تزكية السيد جمال محمد فخرو لتولي منصب النائب الأول لرئيس المجلس، كما تمت تزكية الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس. على بركة الله، مسيرة جديدة نحو المستقبل. عنوان مقال نشرته صحيفة الوطن لرئيس تحرير الصحيفة عبد الله إلهامي، نتابع. مع افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس للمجلس الوطني بقيادة جلالة الملك المعظم، نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية جديدة تضاف إلى سجل المملكة الحافل بالإنجازات الدستورية والتنموية. هذه المناسبة هي تأكيد على التزام البحرين الدائم بتعزيز مبادئ الديمقراطية ودولة المؤسسات، وفي الوقت نفسه تثبيت لدعائم التطوير والتنمية الشاملة. فمن منطلق الإيمان الراسخ بالسعي نحو تحقيق المزيد من النماء والازدهار، يأتي توجيه جلالته بتسريع العمل على النسخة القادمة من رؤية البحرين 2050 ليعكس الرغبة في تعزيز مكانة البحرين كدولة ذات نهضة عصرية ومجتمع متآلف يسعى نحو الأفضل. وفي هذا السياق كانت إشادة جلالته بجهود الفريق الحكومي بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمثابة تقدير كبير للإنجازات الإدارية والتنظيمية التي وضعت البحرين في مصاف الدول التي تقدم خدمات حكومية ذات جودة عالية، وإشارة جلالة الملك المعظم إلى الجهود المبذولة في تعزيز الأمن الغذائي والثروات الطبيعية كخطوة استراتيجية تؤكد على أهمية استثمار الموارد الوطنية بطرق مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع. كما أن إشارة جلالته إلى الاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي يعكس حرصا ملكيا ساميا بأهمية الابتكار في تعزيز الإنتاجية وتطوير القطاعات الحيوية بما يضمن الازدهار للبلاد. تجسد كلمة جلالة الملك رؤية متكاملة لمستقبل البحرين، كما إنها دعوة للجميع للتكاتف والعمل من أجل مستقبل أفضل، مستقبل تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، لتبقى البحرين كما عهدناها عونا وسندا لأشقائها ونموذجا في التحضر والتقدم. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله.